الشرطة يواجه الديوانية على ملعب الشعب الدولي، وكورة يرصد تحضيرات الفريقين. إن شاء الله ندخل على أتم الاستعداد لهذه المباراة، إن شاء الله تليق بالفريقين. إن شاء الله أنا شنو مبقينا بالقيثارة غير هاي الجماهير الوفية أنا موقع بياض على مود هذا الجمهور، وكل الجمهور يعرف موقع على بياض لأجل هذا الجمهور. رسالتك غدا الى مباراتك؟ ما اقدر اقول لك رسالتي، ان شاء الله يا رب وباكر الله يوفقنا، وهاي الجماهير اللي جت ان شاء الله ما ترجع ان شاء الله فشلانه يا رب. فريقنا جاهز، الكل لاعبين كادر تدريبي عند الرؤيه الخاصه للمباريات، ان شاء الله يا ربي ما نقصر، وان شاء الله نكون عند حسن جماهيرنا والهيئه الاداريه. المباريات اكيد كلها راح تكون بالنسبه لنا صعبه، نبحث عن 3 نقاط في كل دور نلعبه. اكيد مباراتنا مع الشرطه هي مباراه مهمه جدا، ولا سيما انه في المباراه الاولى قد فاز على فريق الشرطه في الديوانيه، ولدينا طموح طبعا بالتاكيد الفوز على فريق مثل فريق الشرطه، ولدينا كل الدراسه بالنسبه لنادي الشرطه. نحن كلاعبين متعاونين مع الكادر، راح نطبق الواجبات، مباراه طبيعيه، مباراة 3 نقاط حال أي مباراة بالدوري. كنادي ديوانية طموحنا أن نحصل على النقاط الثلاثة رغم صعوبة الفريق المنافس، فريق جيد يمتلك لاعبين جيدين، لكن أيضا نادي الديوانية هذا الموسم يمتلك لاعبين جيدين لكن يرافق سوء الحظ بالتسجيل الأهداف واستغلال الفرص. أكيد مباراة مهمة مع فريق كبير، فريق مثل الشرطة، فريق جماهيري، مباراة خارج ملعبنا. صار نحن يوميا استعداداتنا، جينا قبل يومين مستعدين استعداد تام.